11 دقيقة على ديوان فيم كملي معكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تبعنا البارح كلنا حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس افريقيا بين الكوت ديفوار وغينيا بيساو واللي انتهت بفوز الكوت ديفوار. ديوان فيم بطبيعة حاضرة في الكوت ديفوار لمتابعة المستجدات لحظة بلحظة وعلى عين المكان. يلتحق بنا زميلنا كريم مقني موفد إذاعة ديوان فيم إلى الكوت ديفوار. صباح الخير ونهارك زين كريم. صباح النور عفاف، صباح الخير، صباح صباح نهار الزين ونهار المزيان الناس الكل. إن شاء الله ويكاند مزيان على الناس الكل. حقيقة عنا برشا لبعضنا عفاف، عنا برشا من قطر من المونديال من قطر الكل بوش حتى بين الفراري والفرنسا. باهي كريم، دونك البارح كان حفل افتتاح كبير برشا للنسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية، أنت بتبيع كنت حاضر، لو كان تحكي لنا كيفاش عشت الأجواء غادي وأنك تشوف الحفل بتاع الافتتاح عن قرب بتبيع غير وأنه احنا نشوفه في التلفزة. شوفوا الحقيقة احنا بارح في كولوغو أما تابعنا مع الكواليس بتاع حفل الافتتاح. حفل الافتتاح كان ممتاز وممتاز جدا ويعكس صورة الكوت ديفوار وخاصة التحضيرات اللي قامت بها كوت ديفوار. تعرف عفاف اليوم كوت ديفوار حطت 1500 مليار دولار لنجاح هذه المسابقة من بناء تحتية وبناء ملاعب وغيره، يعني تقريبا 4800 مليار دولار، يعني ناس ما تفادلكش، ناس تحط برشا فلوس ميزانية الدولة المسابقة ميزانية كبار برشا. وعلاش؟ لأنه هذوما اللي زانفراستركتور باش يبقاو من بعد في أفريقيا، وأنت تعرف حتى الماتشات من بعد نتاع الكاليفيكاسيون كاف ولا فيفا ولا كوب دي موند وغيره، تقريبا جل المنتخبات الافريقيه ولاو يلعبوا في المغرب لانه الاستادات نتاعهم ما يسمحولهاش انهم يلعبوا. دونك توا مشوا ينجموا يلعبوا في الكوت ديفوار. الناس تستثمر تستغزر على القدام، الناس تغزر الغدوه، وهذا ما تلقاوش نسكروه فقط باش نفهم الناس شنو تخمم وفي الافريق وفي شنو يفكروا وفي شنو يطمحوا عكس تونس بالطبيعه. يعني الحقيقه ما حناش قاعدين نطمحوا، ما حناش قاعدين نفكروا، بل نلزموا في الموضوع هذا. دونك كيف نشوف حفل الافتتاح، حفل البيج ستاد كومبلي، حضور كبرى للشخصيات العالميه، برشا لاعبيه معناتها حضروا في الحفله هذايا، لاعبيه افارقه وغير افارقه كيما رونالدينو وغيره، كان حكي زاد بارمي لي ليجوند زاد كان موجود، وزير الشباب والرياضه كمال ديكيش كان موجود، نائب رئيس الجامعه وصف الجديد كان موجود، وهذوما الزوز الحقيقه المفروض اليوم يتحولوا الى يجيو لنا هنا الى كوروغو لحضور مباراه المنتخب الوطني التونسي غدوه بعد غدوه امام ناميبيا. دونك هذا بالنسبه لحفل الافتتاح. الحقيقه نجيك توا للمدن الاخرى، كولوغو مثلا امس من الصباح هم عندهم حفل افتتاح نهار كامل، ديجا نهار كامل حفل افتتاح، معناتها كلهم من الاول كوت ديفوار، كلهم من الاول لورانجي، كلهم يزمروا يضحكوا معناتها اجواء كبيره برشا، اجواء ياسر كبيره، خاصه كل ما نقربوا اكثر للمباراه الاولى كل ما تولي اجواء اكثر واكثر معناتها صاخبه، وخاصه بعد المباراه. دونك كانت ليلة ولات ليلة على دليلها. ميلة بالفوز الأولاني مهم برشا بالطبيعة كانطلاقة لهذه الكأس. كريم احنا بالطبيعة ماناش برنامج رياضي وأنت عندك مداخلات في مختلف البرامج زادة الرياضية أساسا، ولكن نحب نحكي معك شوية على جمهورنا في الكوت ديفوار، نحكيو على المنتخب، تابعت الاستعدادات نتاع المنتخب، لو تعطينا بعض هكا الكواليس من تحضيرات المنتخب التونسي. بون المنتخب عفاف وصل اول امس كان قاموا حصه تدريبيه تاع ديكراساج معناتها في مقر الاقامه، ثم امس كانت اول حصه تدريبيه في ملعب في وسط ليسي، تم تخصيصه للمنتخب الوطني التونسي فقط للتدريبات. كي نقول في وسط ليسي الناس تترجع، لا بالعكس، ملعب التدريبات ممتاز وممتاز جدا حقيقة، معناتها حاجة ممتازة، وحتى الصور البارح كنا عبرناها. هذا بالنسبة للمنتخب التونسي. اليوم المفروض يكون ثم تدريبات أخرى في نفس الملعب، الملعب المخصص للمنتخب، وتدريبات على منتخب الوطني التونسي. غدوة آخر حصة تدريبية، وكذلك ندوة صحفية التي تثبت المباراة. الجماهير التونسية ما عندناش جاية لنا في كولوغو، أربعة خمسة من الناس فقط موجودين، معناتها بتاع التواجد العرضي، لأنه عندنا فما شوانط وغيره، وفما بعض الشركات اللبنانية المغربية التونسية اللي تعاملوا معها خاصة في الأعمال، أعمال البناء وغيره.
دونك جاو تقريبا خمسه ثم خمسه تقريبا ثم 10 توانسه جاو وبقيه التوانسه باش يجيو في الماتش الثاني كونتر مالي قبل قبل ويكاند دونك يجيو في ابيجان في ابيجان على برشا على برشا معناتها من الجاليه التونسيه ولكن ولكن الماليين هنا اليوم على حدود مع مالي تقريبا اكلوا الاخضر واليابس كما نقول انه ماتشات الكل كيشي في البيت التيكي الكل خذاهم الماليين ميم سي توانسة ما لقاوش تسكر باش يدخلوا يتفرجوا في مباراة المنتخب الوطني التونسي لي بورتون كاف عندها مدة ملي هبط تسكر اون ليني بون بوتيت الروتار ان شاء الله نلقاو لهم حل حتى مع الكاف ولا مع الجامعة التونسية لكرة القدم حتى نذكروا من الدخول وهذا الشيء على المنتخب الوطني التونسي خاصة في المباراة الأولى عاد الأخير معناتها اليوم عندنا 10 توانسة فقط ما نجموش ندخلوهم هو كيك عاد تولي مشكلة كبيرة ولو انه في الافريق واحد ما يستغرب حتى شيء معناها يصيروا حاجات كيما هكا يا كريم عادي في الافريق ديما تنجم تطلب عكسية ديما فما مفاجآت ديما تنجم تطلب مسؤول في الكاف ما يعطيك حتى تسمع بالضبط كريم مقني دونك عندك فكرة ابوبري الجمهور اللي باش يجي باش يحضر حسب التقريب قداش باش يكون اللي جايين لابيدجان اللي جاي من ابيجان ما عندناش فكره ولكن هم عدد كبير معناتها اللي نعرفوهم التوانسه اللي في ابيجان معناتها حتى اصحابنا الناس اللي حكينا معاهم براتيكمون الناس الكل قصت على مباراه مالي اللي هنا مقابل في الويكان برشا باش يجيو ما نجمش نقول عدد قداش ما عندكش عدد ولكن مش يكونوا على الاقل 500 لانه تقريبا عندنا اكثر من 3000 تونسي في باهين ونتصور انه حتى لو كان 500 راهم باش يعملوا جو على خاطر الجمهور التونسي ديما حضوره يكون استثنائي وشفناه هذا في كأس العالم في قطر الاستثناء نتاع الجمهور التونسي عندنا جمهور ما يشبه حتى حد اي لا عندنا تو مسيو هذا لو مير دو كوروغو هذا رئيس بلديه كوروغو ابن عم رئيس الجمهوريه ومستشار المستشار مع الاعلان الخاص دونك كيف وصلنا لكوروغو لهنا عملنا مع انترفيو قال الملعب تقسم على اربعه كل باتي فيها معناتها جمهور معين وبالتالي تم حق الجمهور لهنا باش يلبسوهم لو المنتخب الوطني التونسي ويشجعوا المنتخب التونسي تري بيان الملعب باش يكون مخصص للمنتخب التونسي تري بيان يعطيك الصحه كريم ذكرنا بمواعيد مباريات المنتخب الوطني وقتاش 16 20 24 جانفي 16 20 24 جانفي اولى المباريات باش تكون 16 جانفي 26 توقيت تونس المنتخب الناميبي ثم مالي ثم جنوب افريقيا تري بيان ناخذ منك توقعاتك للمنتخب الوطني ان شاء الله ان شاء الله المباراه الاولى ربحي هو متاكد بحول المباراه الاولى باش نربحوا ومن بعد يعمل حديث كم احنا نتقابلوا الجمعه الجايه لوفرتا داير نتقابلوا قبل الماتش الثالث بالضبط نسال عليك التوقعات نتاع تونس باش نمشي اخرى كون عملنا دو ماتش عفيف نفهموا بعضنا ميرسي بوكو يا كريم يعطيك الصحة ربي يوفقك إن شاء الله مش سهل وأنه تكون حاضر في مثل هالتظاهرات الكروية راهو تعب كبير برشا إن نثبت على كريم مقني في قطر للي ما عادش نجم يمشي على ساقيه التعب راهو خاطر يحب يكون موجود في كل بلاصة يغطي كل التفاصيل ويكون حاضر ينقل بالحق لحظة بلحظة مش ينقل بالاستماع ولا ياخذ الأخبار من الزملاء لا يمشي في كل بلاصة ربي معاك بو كوراج وبالتوفيق ان شاء الله كريم مقني ميرسي عفيف يعطيك الصحة وهذا هو جبنا لك ثلاثة شكرا ليك دونك انت اعطينا انت توقعاتك والله انا في الكرة عفيف راني ما عندكش ما نكذبش عليك معناها حتى الحقيقة معناها حتى الافتتاح تحكي عليه البارح والله لا في بالي بيه احلف والله توا ما فقتش بيها والله كنشوف التصاور عاودوا رجعونا بالله التصاور خلينا نتفرج فيهم في الافستريم مين با سمعت معناها حتى انتوراجي ماهوش فيه كورة الحقيقة معناها عنا ليكيب ناسيونال تلعب لا لا في بالي بطبيعة ونعرف لدات وكل شيء نتلم مع الولاد نمشيوش نتفرجوا ولا في الدار هكا نعملش قايدة ما
معناها انا مشكوره مع حتى اكيبتي اللي نحبها، معناها ماكسيموم نجم نركز 7 دقائق، لازم نعمل حاجه اخرى ونعاود 7 دقائق وتعاود ترجع. المهم يبداو رابحين ليكيب ان شاء الله. لا لا ان شاء الله ان شاء الله بالطبيعه هذاك ان شاء الله يبداو رابحين، وان شاء الله ما يصير لنا حتى شيء كما كنت تحكي في الفريق نجم نتوقع كل شيء. ان توكا سمعتوا اللي قالك وين يترين المنتخب في استاد تبع ليسي، وهو استاد هايل برشا، باش تفهموا معناها الكوت ديفوار كيفاش قداش مراهنه على الرياضه حتى في الانفراستركتور حتى في في الليسيت نتاعهم. احنا معناها استاد بي هذه استاد تبع ليسيت، استاد تبع ليسيت يترينيو فيه ايكيب ناسيونال يترينيهم، معناها ما تشكيناش ما تشكيناش. لا 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 وكا قال لك فما الصور وكل، معناها نحن ما زلنا نحن المنزه نعاودوا فيه. الشاد لزويت مانيش عارف شنو نعملوا به الحقيقه توا، من سنين ربي رادس مسكين يعاني ما شفتك الغازون، معناها نتنوس في بالي للمدارج والغازون المده جايه، عندي شويه معلومات. اما الوضع نتاع الكره في تونس حاجه معقده ويزيدوا يعقدوها اللي ما عندهمش دخل في الكره ويدخلوا فيه بصراحه. قلت لك نادره محمود، اش معناها ضربه حره وضربه مباشره وتسلل؟ لا 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 هذا اي اوت لا يعرف يا نادر. بي احنا مازلنا معاكم محمود، باش تحكي لنا باش نمشيو لل السياره التي هزمت تسلا. فوالا فما سياره هزمت تسلا. اتفرجت في فيلم كيفاش تسلا في الاخر بكل داخ فيلم مهم برشا، لازم نجيب اسمه نحكي لكم عليه، لازمنا نشوفوه، اللي ما شافوش لازم يشوفوا الفيلم، يخليك تتسائل على مستقبل الانترنت ومستقبل كيفاش العالم الكل كونكتي والالكتريسيتي، وكي تصير بان عالميه شنو اللي باش يصير، معناه يعيشك في رعب. لا قدر الله طيارات تطيح مثلا، ما عادش عندهم حتى كونتاكت. انتخوتر السيارات نتاع تسلا كيفاش مشاو وحدهم ودخلوا في بعضهم وعملوا حاسيلهم. لي سيناريو هذوما راهو يخدموهم هما، انت تشوفها فيلم، لكن لي سيناريو هذوما راهو يخدموهم في ثينك تانكس يقعدوا يبداوا لطف، معناها يجيبوا في